النقطة اللي عايزين نخش في تفاصيلها مع حضرتك، يعني ده مش شرط ان هو يحصل لو كان في تدريب بشكل معين او زي ما حضرتك بتقول بشكل فني معين، مش لازم نحصل ان حتى لو في اجهاد يحصل اصابة، فازاي ده بيتم؟ هو احنا الاول هي الكرة، احنا دايما نقول كده ان الكرة علم، كرة القدم هي علم، والتحليل الاداء هو الحتة اللي بتخليك تروح في حتة تانية في الكورة. يعني انا لما بحلل اداء الاستاذ كريم في البرنامج، هو كان قاعد ازاي، هو كان بيمشي ازاي، هو كان امور ايه التوتال في البرنامج، بقدر احطه قدام مسؤولياته ان هو الوحش هنتجنبه والحلو انا بس ببسطها للناس. يعني فبقارن الحمل التدريبي، الحمل التدريبي ده بقول النهارده ان انا عندي قمتين او ثلاث قمم، عندي مسابقتين في الموسم او ثلاث مسابقات، الثلاث مسابقات دول بعمل لهم تايتل برنامج، والبرنامج بخرج اللعيب من هنا لهنا لهنا بدرجات حمل مع استعاده شفاء. طيب الجماعه دايما في اوروبا يا استاذ كريم اللي هم بيفرقوا عننا في ايه؟ ان عندهم حاجه اسمها اداره تحليل البيانات. يعني دايما اللعيب ده هو قبل ما نجيبه بنحلل بياناته، بنشوف اخر سيزون عمل ايه؟ لو راس حربه متطلبات المركز الوظيفي بنشوف جاب كام جول. لو راجل ديفندر محتاج الفي او تو ماكس اللي يسموها الرئه الثالثه عالي عنده في نص الملعب، يبقى بنشوف الراجل ده قطع كام كيلو في اخر 10 ماتشات. فتحليل البيانات ده هو اللي بيوديك من مكان اللا بطوله الى مكان البطوله، بيعرفك امكانيات وقدرات اللاعب. ثم لا ومش كده، وكمان غير انه بيعرفك بينقلك مع اللاعب انك توديه في حته تانية لو انت نادي مطلوب منك انك تكون في حته تانية. يعني انا دايما اعيب على المدربين المصريين شويه، بعض المدربين المصريين، انه ما يشتغلش بمخطط احمال، ما يشتغلش بمحلل اداء. طب ليه؟ ما انت النهارده هتدرب الاتحاد السكندري وتروح تدرب طلائع الجيش، وتخلص من طلائع الجيش تروح تدرب المقاولين طب احنا للامانه في الاطار ده، وان كان من زاويه مختلفه شويه، الاهلي برضو كالعاده سباق. يعني في الفتره الاخيره في المونديال المفروض ان الاهلي تعاقد على مجموعه من الاجهزه حديثه جدا للقياسات البدنيه، عباره عن تيشيرت بتتلبس تحت تيشيرت اللعيبه بتقيس بقى النبض وكل الامور الحيويه اللي في جسم اللاعب. ده حقيقي، ده على غرار الانديه الانجليزيه كمان لو انا مش غلطان. ده حقيقي، الشركات اللي هي شركات القياس هي النادي الاهلي سباق الكلام ده، والنادي الاهلي دايما بيبقى مهتم بالحته دي قوي. عايز اقول لك ان انا حتى في اطار اداره تحليل البيانات دي، الحاجه الوحيده اللي يمكن في مصر مش موجوده، اللي هي الاداره جوه النادي لتحليل البيانات على مستوى بقى الكوره والباسكت والفولي والهاندبول والكلام ده كله. يمكن انا حتى اتكلمت مع حد في الاصدقاء في مجلس الاداره، يعني ان احنا الاهلي يتبنى ان هو يبقى في اداره كامله لتحليل البيانات جوه النادي، وده هيبقى ان شاء الله سبق برضو للنادي الاهلي، يستطيع من خلاله ان هو يقيم كل الالعاب على كل المستويات، حتى هو بيتعاقد مع لاعب، حتى هو عايز يجيب لاعب، حتى هو عايز يملى فراغ للعبه، او عندي دروب مثلا في الهاندبول او مقومه، اقف احلل البيانات اشوف مين اللي في السوق موجود، اشوف مين اللي اقدر اعتمد عليه، مدير فني، مخطط احمال، محلل اداء، لاعب، كل عناصر اللعبه. الكلام ده كله بيخش في اطار اداره تحليل البيانات، واعتقد ان هم ان شاء الله ياخدوا قرار فيها قريب. غير طبعا الحاجه بتقوله ان هو الاهلي متعاقد فعلا مع شركات تحليل اداء وشركات قياس حمل او قياس معدلات، اللي هي الشريحه اللي بنحطها في القميص للاعيب تحت التيشيرت، بتشوفوا انت لابس قميص اسود، مش كل ده هو اللي بيقيس، بتبقى حته شريحه صغيره كده جوه القميص، فاحنا بنعرف منه عن طريق الجي بي اس. ومسبقا بتعرف مسبقا لو في اي حاجه كمان، يعني مش وقتها، عشان تقدر ان انت تلحق لو في اي حاجه. انا بعرف مسبقا الاداء اللي هو اللي تم، وبعد كده بقيم الاداء واحط اللعيب قدام مسؤولياته، يعني اجيبه قدام الفيديو اقول له انت حضرتك عملت النهارده 10 كيلو وكان المطلوب منك تعمل لنا 12 كيلو. متطلباتك الوظيفيه في المركز بكرايت مثلا الكابتن محمد هاني، لو تلاحظ ان هو كل شويه فوق تحت فوق تحت، ده تحليل بيانات. النهارده مثلا في الباك ليفت علي معلول بيجري 8 كيلو او 9 كيلو، بس المردود الفني ل 9 كيلو اعلى من المردود الفني للراجل ب 13 كيلو اللي ما بيديكش مركب بدني فني. ما احنا دايما نقول ان لم يخدم البدن الفني فلا قيمه له. هي عموما القياسات دي يعني اكيد ايه زي ما هتبين مدى امكانيات ناس، هي هتكشف ناس ثانيه. طبعا اي شخص متخاذل، اي شخص محدود الامكانيات محدود القدرات هيتكشف على طول بموجب القياسات. طبعا انت النهارده العلم ما عادش فيه، حتى الجمهور نفسه بقى يبص يقول الراجل ده ما بيجريش ليه؟ الراجل ده ما مش قد كده. مش قد كده دي حط تحتها 100 خط وتعالى بقى نحللها. ده هو متطلبات وظيفته انه يعمل 10 تاكلينج على الارض، عملش
انه يعمل 20 تكوف من على الارض يطلع فوق. لا معلش السؤال كريم خلاني كده ابقى متلخبطه، لان انا فاهماه هو مش بتقيس اللاعب بيعمل التزامات ولا لا، بتقيس لو اللاعب عنده مشكله مثلا نبضات القلب زادت حاجات زي كده، فعشان الاطمئنان مش علشان مراقبه اداء اللاعبين. ولا انا مش فاهمه صح؟ النبض حضرتك بتقولي هو نفس الكلام، النبض مؤشر حيوي للجهد. طب يعني انا نبض الرياضي مثلا من 80 ل 120، انا عايزه لو وصل 80 نبض، لو الامبالس 80 يبقى انا كده تمام يا استاذ كريم، تمام. نفس اللي هو بيقوله، فالنبض هو مؤشر حيوي لقياس الجهد. طب هو لما يبقى نبضه سليم ونعرف ان نبضه سليم من خلال الجي بي اس، هعرف هو عمل كام كيلو. طب عمل كام كيلو بنبض سليم، نبض معلاش او ما قلش بقى في الزون في منطقه الخطر. انت بتتكلم على التدريبات يعني؟ بكلمك على الماتشات. الماتشات عمل كام كيلو؟ اه ما انت النهارده لعيب الكوره مطلوب منه يعمل بمعادلات العالميه 14.2، الراجل في النادي الاهلي عمل 10 كيلو. اجيب اقول له لا، انت قدام مسؤولياتك، لو ضربنا ال 10 كيلو في 75 عالميه او في 100 عالميه هتدينا ان انت راجل جهدك 60%. النادي الاهلي مش عايز 60%، النادي الاهلي لازم لعيب يبقى مكتمل. والطلبات الكل الوظيفيه دي انت مقصر فيها. خلي بالك التقصير البدني لما اجي احلل فني بقى، اشوف مثلا الباك ليفت علي معلول، انت عملت لنا كام لونج سبرنت سرعه طويله بكروس اوفر، رفعت كام كوره لراس الحربه يجيب جون، انت ساعدت محمد شريف انه يجيب كام جول، انت عملت كام اسيست في الطرف الشمال، دفعت كام مره وهاجمت كام مره، بنعمل ديفند تو وين، دافع عشان تكسب. طب انت النهارده رحت كام مره،